حضرتك من الفنانين اللي كتير بتحبهم، نشوفك بأعمال ممكن درامية بتسلط الضوء على بعض المشكلات مثل يعني لوحات أو إلى آخره، بتحكي حتى بلقاءاتك عن بعض المشكلات، لكن اليوم وجودكم مع الناس مع ممكن بعض حتى المصابات ربما، نحكي أثر هيدا الشيء، خاصة بنعرف نجوميتك وعم نشوف هلأ الناس حواليك. هلا الحقيقه كل الغرض منه هو فعلا دفع القصه باتجاه الايجابي. بعتقد احساس يعني اللي عندهم اصابه انه في ناس فعلا حاسه بمشكلتهم واقفه معهم، بعتقد انه بيعمل لهم داعم نفسي كثير كبير وبيخليه هيك ترتفع الانرجي، وبالتالي بتزيد قدرتهم على مقاومه هذا المرض. وكلياتنا بنعرف انه مو بس بمرض السرطان وسرطان الثدي، بكل الامراض الحقيقه، باي طالما يكون في عندك خلينا نقول الاراده، والاراده هي بتتعزز بوجود من يدعم هذه الاراده ويقويها، بعتقد بتقدر تتغلب على هذا المرض. لازم يكون في عندها فعلا الثقه انه هي رح تتغلب على المرض، وبس حطت هذا القرار انا بعتقد ان هي بتغلبه بدون اي شيء. والامثله الحقيقه بحياتنا كثيره اللي قدرت تعمل هذا الشيء، وخاصه بهي القرنه. نحكي عن دور الدراما التلفزيونيه بهيدا الامر والتوعيه، ولاي درجه الدراما السوريه قدرت تحقق مثلا ممكن جانب من هيدا التوعيه؟ الحقيقه كثير انعمل كثير اعمال، حتى انعمل اعمال خاصه ببعض حالات المرضيه اللي تقدمت. لا شك انه هذا الحكي يمكن بيوصل صوت هدول الناس، مثل ما بيعمل الاعلام، مثل ما بتعمل الصحافه، بتوصل صوت هذا الناس لاصحاب القرار واصحاب المسؤوليه اللي فينهم يدعموه اكثر، حتى من جوانب اخرى ليست مقتصره على النواحي المعنويه، وانما تشمل النواحي الماديه اللي فعلا هي كلف كثير كبيره وبحاجه فعلا لدعم مؤسساتي كثير كبير. بعتقد الدراما ما قصرت والاعمال كثيره، ومثل ما حكينا حتى الاعلام بتسليطه الضوء المستمر، وخلينا نقول بالعام كثير النكوشه والوخز وال 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 الى اخره، اكيد ممكن يعمل اثر عند اصحاب القرار او اصحاب مؤسسات، ان كان على المستوى العام او حتى على المستوى الخاص، انهم يبادروا ويدعموا هيك مبادرات. بالتوفيق استاذ، ما فينا نشوفك ما نسالك شو عم تحضر شيء جديد؟ الحقيقه هلا انا عم حضر لمسرحيه، يمكن قلت لك قبل فتره المسرحيه بلشت تتحضر، وشو قريبا جدا بتكون على النار. عم نعمل مسرحيه كوميدي، اجتماعي كوميدي طريفه، ان شاء الله من هون لراس السنه او بنهايه العام مع اعياد الميلاد وراس السنه رح نبلش عرض. العرض اسمه سلطان زمانه، هو نص لسعيد حناوي ومعي مجموعة من الممثلين، بتمنى انه ينال اعجابكم، بالاضافة لانه انا عم حضر حالي هلا شوي يعني قاب قوسين او ادنى لنكفي دوري بمسلسل حرم ليك بجزءه الثاني ان شاء الله. بالتوفيق. هل وجودك بعمل مسرحي ممكن يأثر على اعمال تلفزيونية ثانية؟ الحقيقة انا بدي اثبت لهم، الحقيقه مو اثبت لهم، الحقيقه انا دائما انا بعملها، انا دائما بشتغل مسرح وبكون عم بشتغل تلفزيون. انا بعتقد بنقدر بنلاقي حصه لكل شيء، مثل ما بلاقي حصه واحد بقلب النهار انه ينام ويرتاح وياكل ويشرب ويقوم بواجباته الاجتماعيه والعائليه، فينه نفس الشيء يقدر يوزع هاي الجهود بشكل متوازي، وانا بعتقد انه ما بتاثر، ليست بحاجه الى تفرغ كامل، يمكن تكون بحاجه الى تفرغ كامل جزئي بوقت التحضيرات والبروفات والى اخره، لكن انا بعتقد انه اثناء فتره العروض ما راح يكون في اي عائق، وتجربتي بهي القصه كثيره كبيره.